سلام بنات، مرحبا بكم في القناة نتاعكم. اليوم جبت لكم مجموعة نتاع نيفيا. هذه اون كام نتاع نيفيا، بعد منتوجات من نيفيا اللي انا نستعملها. راه عندي بزاف تاع لي كام نتاع نيفيا، راح ان شاء الله نستعملهم وندير لكم فيديو سبيسيال على منتوجات نيفيا. الان عندي هذه نتاع الكوديس، نيفيا كوديس، خاصة الاصحاب اللي يكون عندهم من 25، من فوق 25 يستعملوا هاد لاغام، يعني ما تستعملهاش وحده صغيره. هادو خصوص للبنات اللي يحوسوا باش يحوسوا انتيغيد، يعني ضد التجاعيد. هاد لاغام جايه ضد التجاعيد. اول حاجه اللي راح نهضر لكم عليها واللي هي لي كريم، كنت هضرت لكم عليها لا ديرنيغ فوا، بزاف مليحه خواتاتي. هذه هي ضد التجاعيد، ترطب البشره تاعنا، توالم البشره الجافه فقط، لانه انا البشره الجافه والبشره المختلطه، لانه انا عندي البشره نتاعي مختلطه، وكما قلت لكم خواتاتي في فصل الشتاء تنشف لي، تولي لي البشره تاعي جافه بزاف. هاد لاغام هادي ولمتني بزاف في فصل الشتاء، لكن في فصل الصيف لابو تاعي شويه تزيد، دونك حسيتها تزيد لي لابو تاعي هاد لاغام. دونك من الافضل البنات اللي عندهم البشره تاعهم مختلطه يستعملوها في فصل الشتاء وما يستعملوهاش في فصل الصيف. هذه اول حاجه اللي هدرت لكم عليها، ما حش نكثر لكم عليها باسكو كنت هدرت لكم عليها لا ديرنيغ فوا. ثاني حاجه كنت شريتها في لا غام كوديس واللي هي هذه لا سي سي كريم. هاد لا كريم يعني هي جايه كوريكتور، يعني تخبي لنا، تصحح لنا لي طاش اللي عندنا في الفيزاج اي تو. لكن لو ديفو تاعها هي تانيك فيها الاس بي اف، فيها اس بي اف 15. لو ديفو تاعها جايه شويه فونسي، يعني البنات اللي البشره تاعهم بيضاء ولا خمريه كيما تاعي، يعني حنطيه، ما توالمهمش بزاف. فوالا كيفاش تجي دايره. فوالا شوفوا لا ديفيرونس كيفاش، يعني هي توالم وحده اللي تكون برونزيه تقدر تستعملها. راح نوريكم كيفاش تجي. فوالا هي هنا في البوشون، يعني هذه ما تولمش خواتاتي البشره اللي تكون بيضاء. مي بالنسبه اسكو تخبي لي طاش، ما تخبيش بزاف لي طاش. قام خواتاتي جايه البنات اللي فوق 25، بمعنى وقايه من التجاعيد، ماشي تنحي لك لي غيد، هي تقي البشره تاعك من التجاعيد. دونك هاد لا كريم، لا سي سي كريم اللي نوريها لكم كوديس، ما عجبتنيش خاصه للبشره اللي تكون بيضاء. تمد لك واحد لابو، تبينها لك، تبين لك لابو تاعك غامقه، ما تفتح لكش البشره تاعك. دونك في هذا لو كوتي ما عجبتنيش. اسكو تتمشى في لابو تاعنا، تتمشى فاسيلمون، تدخل فاسيلمون في الفيزاج وما تخبيش لي طاش. نروحو لتاني حاجه، هي مليحه كي تكون تدير واحد لاغام تستعمل كامل لي برودوي تاعها باش تتمشى نيشان. عندي هنايا اونتي غيد تاع كونتور دي زيو، هاد لو سوان كونتور دي زيو راني نستعملو، هو يرطب مليح مليح مليح، يعني تحت العين يرطب مليح هذيك لا بارتي، ولكن ما ينحيش خلاص لي غيد. اللي راه عندها دي غيد جو صغار وكاع ما ينحيلكش خلاص لي غيد، يرطب فقط، يعني الدور تاعو ترطيب. هما دايرينو فيرموتي اونتي غيد كامل، ماشي اونتي غيد، انا ما حسيتوش نحي كاع لي غيد. باغ كونط يرطب لك هذيك لا بارتي اللي ما عندهاش لي غيد، راح يوالمها هذا. هذا من لاغام كاين نتاع الليل، حنا ما عندناش، راح نحط لكم لا فوتو تاعو هنايا، ما كانش في هنايا في الجزائر، ما لقيتوش على هذيك، مانيش نستعملو. ثالث حاجه راح نوريها لكم ثاني واللي هي السيروم. لو سيروم هذا ما عطيتكمش اسعار، راح نعطي لكم الاسعار في التالي، مي نعطيكم السعر تاعو، راح نوريه لكم باش تشوفوه، ما تقوليش راني نخرط عليكم. فوالا 145000. هاد السيروم خواتاتي يرطب مليح لابو، اسكو ينحي لي غيد. انا خصوصا نستعملو فوق الشفتين تاعي، باسكو هذيك لا بارتي كنت نستعمل بزاف لاسيغ. وعلاش وصيتكم قلت لكم خواتاتي ما تستعملوش لاسيغ في لو فيزاج تاعكم، باسكو تسبب التجاعيد، هذيك تاع تحط وتجبد تجبد، هذوك الحركات يسببوا لنا التجاعيد. هذه راني نستعملها خاصه فوق الشفتين تاعي وفي الجبهه، بزاف مليح هذا لو سيروم، عجبني. هو يستعمل كامل لو فيزاج، لكن انا خصوصا نبازي على هذيك لا بارتي، عجبني هذا السيروم وكذلك فيه واحد الرائحه مليحه.
نروحو اللي موراه اللي هي لو دي ماكيون تاع الكوديس نيفيا توجور في لا ميم غام. هاد الكوديس ابيتو هاد دي ماكيون خواتاتي بزاف هايل، ينحي الماكياج ويعطيكم واحد الترطيب صدقوني بزاف مليح. راني نستعمل فيه، حنوريكم كيفاش يجي من الداخل، يجي اصفر ان شاء الله يكون يبان فقط. فوالا يجي شويه مايل للصفوريه بصح مليح بزاف، تكون بزاف شبه واحد الترطيب بزاف مليح لابو تاعكم، وواحد اللمعه مليحه كي تنحيوا الماكياج تاعكم، يعني ما ينشف لكمش لابو تاعكم خلاص. اللي موراها كاين هادي لا كريم، هادي دايرينها بودي يعني لو كور تاعنا للجسم تاعنا، كذلك هي من الكوديس من الكام تاع نيفيا كوديس، بزاف هايله لا كريم هادي خواتاتي عجبتني. هي ما تجيش ثقيله، تجي خفيفه، نوريكم كيفاش تجي. حط شويه في فوالا، يعني سائله بزاف. هادي كي تخرجوا من لا دوش تعملوها، شوفوا كيفاش تجي كي تخرجوا من لا دوش تستعملوها في لو كور تاعكم، تعطيكم واحد الترطيب هايل 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 بزاف. دونك هادي عجبتني، كذلك سي تي لوسيون بور لو كور عجبتني وترطب مليح لابو. هما دايرين زعما تنحي حتى الترهلات، انا ما شفتش هذا بيسك ما عنديش الترهلات. كذلك كاينه واحد لا كريم رطبه لترطيب الجسم بلوتو من الكوديس، ما جربتهاش، راح نحط لكم لا فوتو تاعها هنايا، دير 1000 دينار جزائري. وكذلك عندهم في الكوديس عندهم لا كريم تاع اليد، دير راح نحط لكم لا فوتو تاعها هنايا، انا ما جربتهاش كذلك، دير 55000، ما جربتهاش، اذا جربتها راح نهضر لكم عليها. بالنسبه لهذه كنت شريتها 40000 وعجبتني، بالنسبه لو دي ماكيون كنت شريتو 70000 وعجبني بزاف، وبالنسبه لا كريم هذيك كنت شريتها 90000 ما عجبتنيش باسكو لا كولور تاعها ماشي شابه، يعني تبين لي فيزاج تاعك غامق. بالنسبه للسيروم كنت قلت لكم 145000 عجبني بزاف لو سيروم وننصحكم به. بالنسبه للانتي بلوتو واه انتي ريد يعني كونتور دي زيو نتاع نيفيا، يعني اللي تحب ترطب فقط يعني متحوش باش نحي لي غيد مليح. وبالنسبه للكريم ننصح بهم اصحاب البشره الجافه ولا البشره المختلطه في فصل الشتاء، راح تعطيكم ترطيب هايل هايل. فوالا هذه هي لا جام كوديس، ان شاء الله كاع اللي راهم طالبين لي فيديو راح نحط لكم، راح نحط لكم لي فيديو فقط الوقت، وكذلك كذلك عندي حوايج وحدين اخرين سبور سام ما حطيت لكمش لي فيديو اللي راكم طالبينهم، لكن راح كامل نحطهم ان شاء الله. تكون عجبتكم لا فيديو، تهلاو في روحكم خواتاتي، على بروشين فيديو ان شاء الله تبقى على خير.